لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار ليوم الاثنين 16 من شعبان لعام 1437 للهجرة، الموافق 23 من مايو لعام 2016 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. شارك أحمد الشريف والدكتور محمود رشاد عضو مجلس النواب عن حزب النور أمس الأحد بالندوة التي نظمها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بقاعة طيبة بفندق انتركونتيننتال سميراميس تحت عنوان نظام الخدمة المدنية بين الواقع والمأمول. حصل النائبان محمد صلاح خليفة وخالد أبو خطيب عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة أبو المطامير وحوش عيسى في محافظة البحيرة على موافقة وزير الزراعة بشأن بناء مدرسة تعليم أساسي بنجع الحزين التابعة لقرية المهدية بمركز أبو المطامير. ذكرت منظمة التعاون الإسلامي أن المجموعة الإسلامية في نيويورك تمكنت وبتعاون وثيق مع المجموعة العربية من حمل إسرائيل على تفكيك معرض للصور بعد يوم من افتتاحه في أروقة الأمم المتحدة في نيويورك، والذي كان يضم لوحات تصور القدس كعاصمة لدولة الاحتلال. جاء ذلك انطلاقا من موقف المنظمة الذي يؤكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة على الصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل شمال قطاع غزة. دعت رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون صفاء حجازي إلى تضافر الجهود الإعلامية العربية في مواجهة ظاهرة الإرهاب وتفشي العنف والتطرف الذي بات يهدد استقرار العديد من دول المنطقة ويشكل معوقا أساسيا من معوقات التطوير والتنمية. واعتمد الاجتماع مدينة القدس عاصمة للإعلام العربي لعام 2016 حسب ما صرحت حجازي في ختام الاجتماع. أفادت قناة سكاي نيوز عربية بمقتل 8 عناصر تابعين للميليشيات الإيرانية في بلدة الحاضر بريف حلب الجنوبي شمال غربي سوريا إثر انفجار راجمة صواريخ أثناء قصفهم مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة. ارتفعت حصيلة الهجومين الداميين اللذين استهدفا مجندين ومعسكرا للجيش اليمني في مدينة عدن وتبناهما تنظيم داعش الإرهابي إلى 50 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى. قال مسؤول صومالي إن قوات الجيش شنت هجوما على مخابئ لحركة الشباب في إقليم شبيل الأوسط ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من الحركة. قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري إنه في إطار استمرار جهود القوات المسلحة في أعمال التمشيط والمداهمة لمناطق تجمع البؤر والعناصر الإرهابية، تمكنت قوات الجيش الثالث الميداني من تنفيذ عدد من المداهمات لمناطق تجمع العناصر الإرهابية بوسط سيناء وجبل الحلال، وقد أسفرت عن القضاء على 13 فردا من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة وضبط وتدمير 30 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف قواتنا على محاور التحرك شمال غرب جبل الحلال، وضبط 50 لغم مضاد للدبابات و95 لغم مفرغ من المواد المتفجرة بمنطقة شمال غرب جبل الحلال، وضبط مخزن للمتفجرات داخل خور بجبل الحلال. قالت صحيفة الأهرام إنها حصلت على نسخة من الوثيقة التي احتوت على آخر الرسائل الإلكترونية المرسلة من الطائرة المصرية عبر نظام أكارس، وأوضحت هذه الرسائل أنه في الساعة 12:26 بالتوقيت العالمي، 2:26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الخميس الماضي، كانت هناك إشارة إلكترونية من الطائرة تفيد بوجود ارتفاع في درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي بنافذة كابينة القيادة من ناحية مساعد قائد الطائرة. تبعتها إشارة أخرى في نفس الدقيقة بوجود ارتفاع في درجة الحرارة في الجزء المتحرك من هذه النافذة. تبعتها رسالة ثالثة بوجود دخان في إحدى دورات مياه الطائرة، وتبعتها رسالة رابعة تفيد بانبعاث دخان من أنظمة إلكترونيات الطائرة، وتبعتها رسائل أخرى حتى الدقيقة 29 عن نظام الطيار الآلي. ولكن وكما أكد الخبراء فإن هذه الرسائل ليست كافية لمعرفة ماذا حدث بالتحديد على متن الطائرة المنكوبة. تلقى قطاع الأمن المركزي إشادة دولية ومحلية للأداء الأمني رفيع المستوى لوحدات الشرطة المصرية المشاركة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بدولة الكونغو الديمقراطية، وكفاءة وحرفية القوات في أداء مهامها الأمنية التي تقوم بها لحفظ الأمن ومواجهة كافة أشكال الجريمة.
ألقت قوات أمن أسيوط القبض على العميد عمر تاء صاد بالمنطقة المركزية أثناء تقاضيه رشوة 200 ألف جنيه بعد تقديم بلاغ من قبل شريكه بالرشوة عبر جهاز اللاسلكي الخاص به والتابع للإدارة بالمنطقة المركزية بحسب بوابة الفتح. تقدمت النيابة العامة اليوم الاثنين باستئناف على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة قاضي التحقيق في قضية هدايا الأهرام على القرار الصادر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين المتلقين لهدايا من المؤسسة، والمتهمون هم محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما وعدد من رموز نظامه. علق مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية على تصريحات قيادات جماعة الإخوان بالخارج حول سعي الجماعة لإجراء مراجعات كبرى لممارسات الجماعة وما ارتكبته في حق المجتمع والدولة المصرية، بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل اعترافا بفشل توظيف الدين لخدمة السياسة. وأضاف المرصد في تقرير أصدره صباح اليوم أن المراجعة لأي تنظيم سياسي كان أو ديني عادة ما تكون نتيجة فشل أو هزيمة في مجال العمل الديني والسياسي، حيث تأتي المراجعة عقب الهزيمة في تحقيق أهداف وغايات الجماعة أو العجز عن التواصل مع الجماهير والأفراد، وبالتالي فإنه أمر طبيعي أن تراجع الجماعة فكر الفشل. قررت وزارة الأوقاف أن يكون الموضوع الموحد لخطبة صلاة الجمعة القادمة بعنوان نعمة الرضا. أكد الدكتور وحيد سعودي المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك انكسارا للموجة الحارة التي استمرت اليومين الماضيين، ليسود اليوم الاثنين جو لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على الجنوب نهارا مائل للبرودة ليلا، متوقعا ارتفاع درجات الحرارة بداية من الخميس المقبل إن شاء الله تعالى. تشاهدون اليوم على موقع أنا السلفي مراعاة المصالح والمفاسد من سلسلة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحاضرة 11 من سلسلة تفسير سورة الشورى فضيلة الشيخ ياسر برهامي، أسباب الاستخدام في رمضان الشيخ محمود عبد الحميد، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم من سلسلة تفسير سورة الحجرات الشيخ محمد إبراهيم أبو زيد، كتاب الاعتكاف من سلسلة دورة فقه الصيام الشيخ سعيد محمود، التقوى تعريف وفضائل من سلسلة رمضان التقوى الشيخ إيهاب الشريف. تقرؤون اليوم على موقع أنا السلفي شهر رمضان مشروع حياة كتبه زين العابدين كامل، ومن جديد فتاوى فضيلة الشيخ ياسر برهامي حكم تقصير اللحية وما أثير من لغط حول لحية الأستاذ نادر بكار، حكم تخصيص الأب لبعض أولاده بهبة نظير عمله معه، حكم الاتفاق على سداد القرض بعملة أخرى دون التزام بسعر الصرف. انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.